كامل، كيفكم يا طالبتي العزيزة؟ إن شاء الله تكونوا منيحين. اليوم رح نبلش في حل تمارين ومسائل إن شاء الله لقسمته عدد عشرية على كسر عشرية. خلينا نيجي لسؤال رقم واحد ونشوف إيش المطلوب منا من سؤال رقم واحد. سؤال رقم واحد بيحكي لك أجد ناتج ما يأتي وأتحقق باستخدام الآلة الحاسبة. بتمنى اللي عندها آلة حاسبة تستعملها تطلعها حتى نتحقق من حلنا. طيب هلأ في ألف بيحكي لك 6 صحيح و9 أعشار تقسيم 3 أعشار، حتى أنا أقدر أقسم لازم أحول الكسر العشر 3 أعشار هذا إلى عدد صحيح. كنا حاكين في الدروس السابقة وفي الفيديوهات السابقة هذا لازم نحوله لعدد صحيح، فإذا لازم أنا أضربه به بعشرة أحسنتم، لأنه عندي منزل عشرية واحدة. إذا بضربه هنا بعشرة وستة صحيح وتسعة أعشار برضو بضربها بعشرة فبصير 69 أحسنتم. إذا بصير 69 تقسيم 3 رح يكون عندنا الناتج 23. إذا رح يطلع معنا الناتج 23 تقدر تقسميها طبعا على جنب قسمة طويلة وتشوفي إنه رح يطلع معك 23 ولا لا. طيب خلينا نيجي لباء. في باء بحكي لك 62 صحيح وأربع أعشار تقسيم 24%. وهون برضو لازم احول 24% لعدد صحيح، فاذا انا لازم اضربه ب100 و62 صحيح و4 10 بضربها ب100 فبزيح الفصل العشريه بحركها لليمين منزلتين، هون عندي منزل واحده فاذا لازم اضيف صفر مثل ما انتم شايفين ضفنا صفر وحركناها لليمين منزلتين فصارت 6240 تقسيم 24 احسنتم. اذا تقسيم 24 راح يطلع معك الناتج صف رابع 260. تقدري بالآلة الحاسبة طبعا تتأكدي من حلك تتحققي من صحة الجواب. طيب خلينا نيجي لجيم. بحكي لك في جيم 9 صحيح و64% تقسيم 4 بالألف. طيب هنا لازم تضربي بألف أحسنتم، لأنه عندي 3 منازل عشرية وبرضه هون بضربها بألف. هلأ لما أنا بدي أضربها بألف لازم أحركها 3 منازل وعندي أنا منزلتين فلازم أضيف صفر أحسنتم، أضيف صفر فبتصير 9640 9640 تقسيم 4 صحيح وراح يطلع معاك الناتج صف رابع 2410 2410 ماشي. هذا بالنسبة للجيم. خلينا نشوف دال. دال بحكي لك 4 صحيح و 428 بالألف تقسيم 123 بالألف. هنا برضو لازم أحول 123 بالألف لعدد صحيح، إذا أنا لازم أضربها بألف وبرضو هون بدي أضربها بألف لأنه عندي هنا 3 منازل عشرية، فهون لما أنا أضربها بألف بتصير 123 صحيح وهي بتصير كام؟ 4428. بقسم على 123 فرح يكون عندك الناتج رح يطلع معاك 36. هيك بنكون صف خامس خلصنا السؤال الأول. بتمنى تتحققوا من صحة حلنا باستخدام الآلة الحاسبة، اللي عندها أو موجود آلة حاسبة تتأكد من الحل. طيب خلينا نجي للسؤال رقم 3. سؤال رقم 2 أنا بدي أتركه إليك، حلي لي حالك على دفترك وابعثي لي حله صورة الحل على نور سبيس وبدي أشوف حلك صف خامس إن شاء الله. طيب وتفاعلكم معي. خلينا نجي للسؤال الثالث نشوف ايش المطلوب منا في السؤال الثالث. بحكي لك اراد علي تجربته الزراعة المائية فقام بتقسيم انبوب من البلاستيك طوله 3 صحيح و 2 بالعشرة متر الى قطع طوله كل منها 8 اعشار متر، ما عدد القطع التي حصل عليها؟ طيب في عنا علي بده يعمل تجربة زراعية، جاب انبوب من البلاستيك طوله 3 صحيح و 2 بالعشرة قسمه إلى قطع طول كل قطعة 8 أعشار، بده يشوف كم من قطعة بيطلع عنده. بما إنه مستخدم في السؤال كلمة قام بتقسيم كلمة تقسيم، فإذا أنا على طول بده يروح تهني لإيش؟ لعملية القسمة. إذا أنا بدي أقسم 3 صحيح و 2 بالعشرة تقسيم 8 أعشار. طب حتى أنا أقسم على 8 أعشار لازم أضرب بكم؟ بعشرة، لأنه 8 أعشار منزل عشرية واحدة، فإذا بضربها بعشرة وبضرب 3 صحيح و 2 بالعشرة بعشرة فرح يطلع معنا كم؟ 32 صحيح تقسيم 8 أحسنتم، 32 صحيح تقسيم 8 فرح يكون عندنا الناتج تقسيم 8. 32 صحيح تقسيم 8 رح يطلع معك 4 قطع أحسنتم، إذا رح يكون عندنا الناتج 4 قطع. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. طب خلينا نشوف السؤال الرابع ايش المطلوب منا في السؤال الرابع. طب السؤال الرابع بيحكي لك باع تاجر قطعة من القماش بمبلغ 75 صحيح و6 اعشار دينار
كم طول هذه القطعة إذا باع المتر الواحد منها بمبلغ 19 دينار؟ طيب في عنا بحكي لك قطعة من القماش أجا التاجر بده يبيعها بمبلغ 75.6 دينار. بدنا نعرف قديش طول هاي القطعة إذا باع المتر الواحد منها 19 دينار. أكيد رح نقسم، يعني نقسم 75.6 تقسيم 75.6 تقسيم 19. طب حتى أنا أقدر أقسم لصف خامس 19 لازم أحولها لعدد صحيح يعني 9، فإذا أنا لازم أضربها بكام؟ بعشرة أحسنتم، لأنه عندي منزل عشرية واحدة، فإذا بضرب 9 بالعشرة بعشرة وهي بعشرة، فراح يطلع معي 756 صحيح تقسيم 9. تعالي على جنب قسميها على جنب، راح يطلع معي الناتج 84 صحيح. أنا راح يكون عندي بالناتج 84 صحيح متر. ماشي، هذا بالنسبة للسؤال الرابع. خلينا نيجي لسؤال أفكر. بحكي لك في سؤال أفكر، ركز كتير منيح. مع محمود 6.8 دينار اشترى علبة ألوان خشبية ثمن الواحدة 4 دينار، وبقي معه بعد ذلك دينارين. كم علبة ألوان اشترى؟ طيب بحكي لك معاه 6.8 دينار، اشترى علبة ألوان خشبية، علب ألوان أكثر من علبة، حق الوحدة 4 دينار. طيب طيب هلا هو مش معطيك كم من علبة ألوان اشترى، بحكي لك اشترى عدة علب ألوان. هلا ومعاه هو كان 6.8 دينار، حق العلبة الوحدة 4 دينار. ماشي، طيب لما اشترى العلب اللي بده اياهم العدد المطلوب، ضل معاه من الدنانير اللي بكوا كانوا معاه، ضل معاه بس دينارين. بدنا نشوف كم من علبة اشترى. طب اول اشي بدنا نشوف ثمن علب الالوان، ثمنهم كدش. اذا ثمن الوحدة 4 وهو كان معاه 6.8، وضل معاه دينارين، اذا بما انه ضل معاه دينارين وهو كان معاه 6.8، بدي اشوف قديش حقهم هذول العلب. اذا انا بدي احط 6.8 اطرح منهم قديش، بدي اطرح منهم دينارين حتى اشوف قديش حقهم. اذا 6.8 ناقص 2، احسنتم. طيب بطرح 8 بالعشرة ناقص، لو حطيت هنا الفصل العشرين وهنا صفر، 8 ناقص 0 راح يكون عندك 8، 6 ناقص 2 كم؟ 6 ناقص 2 يساوي 4، إذا 4.8 دينار. ماشي؟ إذا راح يكون معي 4.8 دينار. طب هلا عدد علب الألوان، عشان أنت تعرفي كم من علبة ألوان عندك، فبدك تقسمي ال 4.8 على كم؟ على 4 بالعشرة. ماشي؟ عشان حق العلبة الوحدة 4. إذا بدك تقسمي 4.8 على 4، بيطلع معاكي عدد العلب. طيب لو اجيتي على جنب، طب قبل ما نقسم قسمة طويلة، المفروض ال 4 ايش نعمل فيها؟ لازم نحولها لعدد صحيح، احسنتم. اذا انا لازم اضربها ب10، وهون لازم اضرب ال 4.8 ب10، فراح تصفي عندنا 48 تقسيم 4، كم راح يطلع معاكي؟ 12 صحيح، احسنتم. اذا راح يكون عندنا 12 علبة. ماشي يا صف خامس، هيك أنا بكون خلصت معكم حل أسئلة التمارين ومسائل، بتمنى تحلوهم كلهم على دفتركم، وتنسوش الواجب اللي عليكم اللي هو سؤال رقم 2، بتحلوا له كل الأسئلة وتبعثوا لي إياها على نور اسبيس. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم على حسن